وطبعا سطحي يعني، يعني بقى شاي براقية وكده، ما دام بقى ان يبقى الواحد قاعد على السطح على طول، يبقى اكيد كل شوية كده هيحتاج شاي براقية على الراقية. هنكمل الفيديو مع بعض. قال بتفضلوا معانا احلى شاي على الراقية. بالله عليكم، بالله عليكم، اللايك اهم حاجة، بالله عليكم اللايك اللايك، ويا ريت تعملوا لايك وكومنت جميل عشان الفيديو يترفع. يلا نكمل الفيديو مع بعض. واحلى حاجة ان احنا نزرع على السطح ونربي طيور على السطح. وهنرجع ونقول اللي مش هيعرف يربي ويزرع مش هيعرف ياكل. ومع الشاي على الراقية بقى بيبقى حلو قوي، اما نجيب عود نعناع اللي احنا زارعينه برضك من على السطح، نجيب عود نعناع وهنحطه بقى على الشاي على الراقية كده. هو هو أو صعب النهاردة. شاي الراقية ده كل ما بيغلي أكتر وكل ما بيتزرد أكتر على الميتة بيبقى جميل، أحلى شاي على الراقية وأحلى قعدة يا جماعة والله العظيم. يلا ربنا يكرمكم كده وكلكم تعملوا نفس التجربة فعلا زي ما قلت لكم كده، مش هتعوزوا تقعدوا في أي مكان تاني، هتحسوا إن كل حياتكم على السطح وسط الحاجات الجميلة اللي انتوا بتعملوها. يلا هنكمل الفيديو مع بعض. سخن جدا مش عارف امسكه. تعودوا عندنا هنا على الهوا على طول، انكم تسمعوا الهوا على طول علشان احنا ساكنين على النيل، وطبيعة النيل ان اماكن بتبقى على النيل يعني او على البحر بيبقى فيها ايه هوا على طول. بعد ما شربنا الشاي بقى على الراقية وكده، الفراخ لازم بقى تاكل هي كمان طبعا. احط الفراخ من هنا ما بعرفش ايه اسيطر، لازم انا احط لهم في مكانين علشان ايه مكان تاني عشان ما يزحموش بعض، لان انا عندي الفرخه دي صراحه فرخه متشرده قوي، لازم تقعد تعضي كده الفراخ. الفراخ الصغيرين مش بتعضهم، لكن الفراخ الكبيره بتقعد تعضهم ما بتخليش ولا فرخه تاكل. الفرخه المتوحشه ده هي والله ان شاء الله يعني النهارده باذن الله اول حاجه هعملها بعد ما تاكل هتبح، لان صراحه هي بتجري ورا الفراخ بطريقه وحشه قوي، تفضل تجري ورا الفراخ ومش عايزه الفراخ ياكله نهائي. احسن حاجه المكان ده خزان ده كافيني بقى زراعه وكمان روي وكل حاجه. بتقعد تجري ورا الفراخ ما بتخليش ولا فرخه تاكل من الكبار، لكن الصغيرين هي راضيه عنها، راضيه عن الفراخ الصغيره.
عايزه تاكل لوحدها، مش عايزه ولا حاجه جنبها، جات لها البطه بقى عشان تاكلها. انتوا لازم تدروا على الهوا هنا، لان زي ما قلت لكم كده ان احنا ساكنين على النيل ودايما الهوا شغال عندنا صيف شتاء، ما عندناش يعني وقت كده ما فيهوش ايه، ما فيهوش هوا. انا مش عارفه بقى الفرخه ديت هي تتذبح ولا امسك، حد قال لي امسكي المنقار بتاعها قصيه علشان ما تعضش الفراخ. هي مع الفراخ الصغيرين مية مية، لكن خلي فرخه كبيره تيجي جنبها كده تعضها وتخليش، ما تخلاش ثانيه واحده. اهي حصري اهي اهي، مش عارفه بقى بتتغاظ من ايه، مش عايزه حد يوقف على الاكل نهائي. اي مكان يروحوا ياكلوا فيه تجري وراه، تجري وراه. زهقتني صراحه والله العظيم، وفي نفس الوقت مستخسره اللي انا اذبحها عشان بتبيض، بس معضيه كل الفراخ، كل الفراخ دي جناحاتها فيها معضياها 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 وجناحاتهم كده. والزقزقه هي عايزه تشرب ميه، الزقزقه دي اللي بيحالي ان هي عشر، بس شاكه ان هي عشر، يعني شاكه ان هي فيها اولاد من جوه. اعمل ايه بقى في الفرخه الشريده دي؟ النهارده عندنا شغل ايام، عندنا الجرجير كمان، الفراخ طلعوا على الجرجير زي ما انتم شايفين كده، اكلوا الجرجير واكلوا كل الزرع، اكلوا كل الزرع اللي في الحوض ده عشان مش عاملين لهم حاجه. مسكوا يا دوبك سبناهم الصبح، عبال ما طلعت جيت لقيتهم واكلين الفلفل الاخضر واكلين كل حاجه، والجرجير مش مخليين فيه ولا عود جرجير، وكمان البنجر، كل الزرع اللي احنا زارعينه هنا عليه العوض زي ما بيقول من الفراخ، بتنط على هنا وتاكل. بس مش عارف الحمد لله ان هم ما جوش يم الطماطم لحد دلوقتي، كانوا بيطلعوا في الناحيه الثانيه ديت، عملنا كده عملنا بتاع بالسلوك وكده علشان ايه ما يطلعوش. صراحه هي الفراخ ديت اصلا الواحد بيفكر خلاص ما يحبسها والله، مع اني انا ضد ان الطير يتحبس. نجي الملوخيه بسم الله ما شاء الله، برضك مفحرين واكلين حاجات ياما هنا. والحوض ده برضو كان طالع فيه حاجات في الارض كده، كزبره وشبت وحاجات اكلوها واكلوا الدوره، اي حاجه كده. بس بحمد ربنا ان هم ما جوش يم الطماطم، يعني كل شويه يطلعوا كده على الزرع من فوق وياكلوا. الزقزقه دي انا شاريها على ان هي عشر، بس والله انا شاكه ان هي عشر اصلا. النهارده اشترينا شجرتين، اشترينا شجرتين جداد اهمت من ام الفواكه، اشترينا شجرتين جداد. بس احنا كده يبقى عندنا حوالي اربع شجرات من الباشن فروت دايت اللي هي ام الفواكه يعني، ولحد دلوقتي ايه مفيش ولا واحده فيهم طلعت. وشاريين دول النهارده مع حاجه بقى جميله قوي انا بحبها، ما ينفعش السطح بيبقى من غير ورد بلدي، السطح لازم كده يكون فيه ورد بلدي جميل كده، ما هتبقى قاعده حلوه وزرع وطيور، ويبقى كمان نشمه الورد كده، يبقى الورد كمان حلو وجميل. زي الرساله اللي دايما هقولها، لازم نزرع ونربي ونعمل جو جميل في حياتنا وفي اسرتنا عشان نعيش كده مبسوطين. عايزه اقول لكم كمان حاجه، احنا طبعا طلعنا عاديه عشان نعمل عليها الشاي ونعمل عليها كل اكلنا هنا. احنا جبنا امبارح تربه جديده اهو، جايبين 11 شكاره تربه جديده، يا رب ما تكونش بقى ايه مملح. التربه دي جايبينها من ارضنا اصلا، ارضنا اللي هي احنا عندنا ارض فيها جناين وكده، فجبنا التربه دي في شكاير كده. انا بقول هنزرعه على طول من غير ما نخلطه فيها حاجه، لان هي اصلا خصبه وحلوه، وناخده اول زرعه وبعد كده نعمل فيها ايه السباخ او السمات زي ما بيقول. جبنا ايه كام حوالي 11 شكاره اهوت عشان هنزرع الصندوق الجديد ده. التربه بقى اللي هي التربه البايظه زي ما بيقولوا اللي هي مملحه، شلناها كلها اهوت، وهنشيل الشكاره من تحتها ونشيل كل حاجه علشان هنعمل ايه حوض خشبي زي ما قلت لكم، عشان نستغل الحوض الخشبي او الحوض الصندوق ده ان احنا نربي طيور تحته، وفي نفس الوقت يبقى عالي على السطح. كانت فكره خاطئه قوي ان احنا نعمل حوض على الارض صراحه. وديت الشتلات بتاعتنا والازوله. انت زودت ازوله؟ لا بذمتك ما زودت؟ لا والله، ده كانت الصبح الازوله ديت ربعها.
بجد ما زودتش؟ معقوله الازوله من الصبح لحد دلوقتي تعمل كده؟ ها يا باشمهندس الازوله دي والله يا جماعه الصبح كانت شويه صغيرين جدا، خدت منهم للطيور وسبحان الله دلوقتي بقت ما شاء الله. الصبح كانت فرده خالص لان خدت وقلت يلا بقى مش هو نفعت ما شاء الله نفعت وبقت جميله وكست يعني صراحه. هتربوا هاتوا ازوله واعملوها ان شاء الله يا رب في تشوت كده وحاجات بلاستيك، مش شرط تعملوا حوض زي ما احنا عاملين كده. بسم الله ما شاء الله على الحوض، الحوض جميل 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 ما شاء الله واخضر. انت حاطط الاسفنجه كده ليه؟ هي طايره؟ بسم الله ما شاء الله الازوله عندنا بقت جميله جدا، عشان ان شاء الله اللي هيعوز ازوله انا ان شاء الله هبيع لكم ازوله. بس يعني ايه اشوف كده يعني كمان شويه، لان احنا هنعمل حوض هنا كمان اهوت، هنعمله حوض هنا كمان، هنعمله حوض كبير علشان اللي هيحتاج ازوله احنا هندوله ازوله باذن الله. بسم الله ما شاء الله الازوله، كنت خايفه خالص ان هي ما تنفعش. زي ما قلت لكم يا جماعه ان الازوله ده بروتين كويس جدا للفراخ والبط وكل حاجه، ليه يعني هو نسبته بيعادل اكتر من العلف البياض او البدل البياض. اللي هيربي يعمل له ان شاء الله يا رب، اذا ما كانش يعرف يعمل صندوق زي ده او حوض زي ده يعمل في البلاستيكات، احنا عاملينها في البلاستيكات برده. هنشيله بقى الردم ده وهنعمله حوض جنب الحوض ده عشان اللي هيحتاج ازوله احنا هنديله الازوله. ما شاء الله النهارده والله العظيم الواحد مبسوط، زي ما قلت لكم كده كل ما اطلع والاقي فيه انجاز بحس كده بانتعاشه، بحس ان فعلا في حاجات بسيطه بتفرق معانا، بس بتبقى جميله يعني، بتبقى حاجات بسيطه بس بتبقى جميله قوي في النفسيه. نرجع تاني للملوخيه، اللهم بارك ما شاء الله الملوخيه طالعه برده كلها هي جميله ما شاء الله اللهم بارك. يلا حبيب قلبي يومكم سعيد كده ان شاء الله، واتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم وان شاء الله نكمل مع بعض ان شاء الله لحد ما نخلو سطح بيت ده سطح جنه كده وجميل وفي كل حاجه حلوه وتبقى تجربه جيده للناس كلها يعملوا زيها. يلا عليكم، يلا سلام عليكم.